في صباح يوم مشمس بالغابة، كانت السلحفاة تختبئ داخل بيتها وتراقب الغابة من بعيد. وفجأة رأت كائنا يشبه جذع شجرة بنيا يسير بحذر في البداية، ثم صعد الشجرة وتحول للون الأخضر. بعد ذلك نزل على الرمال وتحول للون الأصفر، ورأت عينيه تلفان في كل اتجاه. فرحت السلحفاة كثيرا عندما رأت الصياد يحاول أن ينقض على هذا الكائن ويقول: لا أستطيع الإمساك بالحرباء. ما أجمل ألوان الحرباء المتغيرة، تتغير ألوانها لتحمي نفسها، وأنا أختبئ لأحمي نفسي. وإحنا بنقرأ أي قصة لازم نعرف عناصر القصة، اللي هي الشخصيات، الزمان، المكان، وكمان لازم نعرف أحداث البداية، أحداث الوسط اللي هي المشكلة، أحداث النهاية اللي هي الحل. في قصتنا هنا الشخصيات عبارة عن الصياد، السلحفاة، الحرباء، الزمان، الصباح، المكان، الغابة. أحداث البداية: تراقب السلحفاة الغابة من بعيد. أحداث الوسط المشكلة: تلاحظ السلحفاة الحرباء وهي تغير لونها لتحمي نفسها من الصياد. أحداث النهاية الحل: يطارد الصياد الحرباء ولا يستطيع الإمساك بها.